شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية يوم أمس المباراة التي جمعت ممثل الكرة البحرينية فريق نادي المحرق وفريق نادي الكويت الكويتي. وجرت المباراة على ملعب الشيخ علي بن محمد بن عيسى الخليفة في نادي المحرق الرياضي والثقافي في منافسة دوري قبل النهائي بمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بحضور معالي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم وسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومعالي الشيخ أحمد بن علي الخليفة رئيس نادي المحرق سعادة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وسعادة السيد خالد الغانم رئيس نادي الكويت الكويتي. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بالمستوى الفني المميز الذي قدمه فريق المحرق في المباراة والذي عكس التحضيرات القوية التي خاضها أفراد الفريق متسلحين بالروح القتالية والإصرار على تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية متطلعا سموه للفريق كل التوفيق والنجاح لتكرار الإنجاز الذي حققه الفريق عام 2008 في هذه البطولة مشيدا سموه بالحضور الجماهيري الغفير الذي ساهم في تحفيز ممثل الوطن لتحقيق هذه النتيجة وقال سموه إننا سعداء بما شهدناه من مستوى فني رائع لممثل الوطن فريق المحرق في هذه المباراة وتحقيق فوز مستحق نجح من خلاله في العبور لنهائي هذه البطولة القارية معربا عن أمله في أن يواصل الفريق تقديم أفضل مستوياته في المباراة الختامية لتحقيق لقب هذه النسخة من البطولة.